وكان لا يؤيس منه راجيه. لو جاي حد يرجو حاجة من رسول الله، حد صاحب ذنب، حد محتاج حاجة، سيدنا النبي ما كانش يعامله بمعاملة ييأس إنه راح لأكرم إنسان لا أشدد عليه أبدا، إنما كان بيطبق وصية ربنا ليه: وأما السائل فلا تنهر. فلو حد جاي سأله في الدين ما كانش ينهره مهما كان حال هذا الإنسان أبداً.